أنا بتفويض من السيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تربون وباسمه جيت نعزي العائلة الكريمة، عائلة الفقيد، عائلة شهيد الواجب الله يرحمه ويوسع عليه، فهمتني؟ هذه مقادير الله. وكذلك على كل حال فهمتني الروح ما عندهاش ما تنجمش تتعوض بأي حاجة كانت. ولكن اليوم السيد رئيس الجمهورية كلفني باش نعطيني لاكت تاع الدار. عزو كذلك الأخت هو عقد تاع الميرة. وكذلك باسمه كذلك كاين 100 مليون سنتين هذه اللي تام ان شاء الله فهمتني. قلت لك الروح نتاعو ما تعوضش على كل حال، ولكني فهمتني الله يرحمه وصبركم ان شاء الله. نشكر الله تعالى خلصكم تجيدكم وتبرم من فوقكم تبرم من فوقكم ان شاء الله. لا شكرا ان شاء الله. ولا وليدكم هذا ولدكم ومات على وطنه. لا وطن هذا وطن عزيز، هذا عزيز علينا، هذا عزيز علينا، ماتوا فيه والدينا وجدودنا وهذا عزيزنا في الوطن. ما نطيقوش نتخيلوا نتقلوا عليه تمشي مهما كانت، ما نطيقوش نتخيلوا عليه. وانتم الله يقويكم، الله يجعل ربي يقويكم، والله يجعل ربي يحفظكم وربي يستركم، والله يجعل الخلفة تاعتكم تكون نابتة على هذا الوطن، تكون عزيزة لهذا الوطن. شباب هذا إن شاء الله تاع أولادكم وتاع الناس تكون عزيز هذا الوطن تاعكم، ثم عزيز عليكم الوطن هذا الشبيبة تاعتكم تكون عزيزة لهذا الوطن إن شاء الله، تكون عزيزة لهذا الوطن إن شاء الله. وربي إن شاء الله يوفقكم ويوفق واحدكم في رحبته إن شاء الله، والله يقويكم إن شاء الله، والله يقدركم، والله يكمل إن شاء الله.